بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، فكنا قد بدأنا في مجلسنا السابق التعليق على الجواب الذي ألفه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، الذي عنوانه الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. وعرفنا في المجلس السابق أن الكلام على هذه المسألة ينبني على أصل، وهو أن الأعمال الصالحة يضاعف ثوابها. وإذا تقرر هذا الأصل، فما هي أسباب مضاعفة الثواب؟ هذا هو الذي تكلم عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وعرفنا في المجلس السابق أيضاً أن مضاعفة العمل الصالح إلى عشر درجة إلى عشر حسنات هذه لا بد منها، وأما ما زاد على ذلك فله أسباب. وذكر رحمه الله أن هذه الأسباب ترجع إلى خمسة أمور على وجه الإجمال. الأمر الأول أن يرجع إلى العامل، والأمر الثاني أن يرجع إلى العمل، والأمر الثالث أن يرجع إلى مكان العمل، والرابع أن يرجع إلى زمانه، والخامس أن يرجع إلى الآثار التي تترتب على العمل. فأسباب مضاعفة الثواب ترجع إلى واحد من هذه الأمور الخمسة الكلية أو إلى بعضها. وتكلمنا أيضاً على السبب الأول الذي ذكره رحمه الله من أسباب مضاعفة الأعمال، وهو الإخلاص لله عز وجل ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذا السبب ينتظم الإسلام كله باطنه وظاهره، لأن الإخلاص لله عز وجل يتعلق بإصلاح الباطن، وأما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم فتتعلق بإصلاح الظاهر. ووقفنا عند السبب الثاني، قال رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: ومن أسباب المضاعفة، وهو أصل وأساس لما تقدم، صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله
تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذا الإيمان والعقيدة. ولهذا كان السلف يقولون: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. ووجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف عنه إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالاً متأولاً. نعم، هذا هو السبب الثاني من الأسباب التي ذكرها الشيخ رحمه الله لمضاعفة العمل، وهو لمضاعفة الثواب، وهو صحة العقيدة. وهذا السبب يرجع إلى العمل، أما الذي قبله فهو يرجع إلى العامل. فهذا السبب الثاني الذي ذكره رحمه الله يرجع إلى العمل، وهو صحة العقيدة. والعقيدة المقصود بها ما يعقد الإنسان عليه قلبه، كالحبل إذا عقد على شيء، فأي شيء يعقد الإنسان قلبه عليه فإنه يسمى عقيدة. وصحة العقيدة معناها سلامتها من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن البدع. فالعقيدة الصحيحة هي العقيدة السالمة من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومن البدع المحدثة. وإذا كان الإنسان صحيح العقيدة بمعنى أنه سالم من الشرك، سالم من البدع المحدثة، فإن ذلك يكون من أسباب مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة التي يقوم بها. فإذا قام بالصلاة مثلاً وهو سليم العقيدة فإن ثواب صلاته يضاعف، وكذلك إذا زكى وإذا صام وإذا حج وإذا قرأ القرآن وإذا أتى بأي عمل من الأعمال الصالحة فإن ثوابه يضاعف. ونحن عرفنا في المجلس السابق أن القول بأن هذا سبب لمضاعفة الثواب لا بد له من دليل، فلا يصح أن يقال إن هذا الشيء من أسباب مضاعفة الدليل إلا إذا أقيم الدليل على ذلك. وهذا السبب الذي ذكره رحمه الله قد دلت عليه السنة، وهو ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل عمل صالح يكتب له بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليس هناك أحسن من العقيدة الصحيحة السالمة من الشرك بالله سبحانه وتعالى، السالمة من البدع. فإذا كان الإنسان إذا أحسن إسلامه لله سبحانه وتعالى يضاعف له ثواب العمل الصالح، فإن العقيدة الصحيحة هي أعلى منازل الإسلام فيضاعف ثوابها. وبناء على هذا فإن سلامة العقيدة من أسباب مضاعفة الثواب. وهذا يدعو الإنسان إلى أن يجتهد في إصلاح عقيدته وأن يتفقدها، لأن ذلك كما أنه شرط
في قبول إسلام العبد إلا أنه يترتب عليه مضاعفة الثواب. أما إذا كان الإنسان فاسد العقيدة فقد يخرجه فساد عقيدته من الإسلام أصلاً، وإذا لم يخرجه من الإسلام بأن كانت عقيدته فاسدة لكنها ليست مكفرة فإنه يفوته الفضل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وهذا السبب كما ذكر الشيخ رحمه الله أصل لما سواه من الأسباب التي ذكرها، أصل للسبب السابق وأصل أيضا للأسباب التي سيأتي ذكرها، لأن من كان فاسد العقيدة لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمله إذا كان فساد عقيدته يخرجه عن الإسلام، لأن الله عز وجل لا يقبل من الكافر صرفا ولا عدلا. وفي هذا يقول رحمه الله: وهو أصل وأساس لما تقدم، بمعنى أن هذا السبب أصل للسبب السابق وهو أيضا أصل للأسباب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. قال: صحة العقيدة وقوة الإيمان بالله وصفاته وقوة إرادة العبد ورغبته في الخير. وهذه كلها مؤكدات لقوله صحة العقيدة، وذلك لأن قوة الإيمان أثر من آثار صحة العقيدة، وكذلك قوة إرادة العبد للخير هو أيضا أثر من آثار صحة العقيدة. قال رحمه الله: فإن أهل السنة والجماعة المحضة وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في مثل هذه العقيدة. وقوله فإن أهل السنة والجماعة المحضة أي أهل السنة الخالصة التي لم تشبها بدعة، وكذلك أهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله سبحانه وتعالى وبأمور الغيب يحصل لهم من الثواب ومضاعفته ما لا يحصل لغيرهم. وذلك أن العلم باعتبار تفصيله وإجماله ينقسم إلى قسمين: القسم الأول علم مجمل، والقسم الثاني علم مفصل. والعلم المجمل هو العلم بالشيء على وجه الإجمال، كان يعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال والعظمة والجمال من غير أن يعرف تفاصيل صفات الله سبحانه وتعالى، لكنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الجلال والكمال، فعلمه هذا علم إجمالي أو علم تفصيلي، علمه هذا علم إجمالي. وكذلك من يعتقد أن هناك جنة يثيب الله سبحانه وتعالى فيها من أطاعه، لكنه لا يعرف تفاصيل النعيم الذي في الجنة، فعلمه هذا علم إجمالي أو علم تفصيلي، هذا علم إجمالي. وكذلك من يعلم عذاب القبر ويؤمن به
لكنه لا يعلم تفاصيل ما فيه مما جاءت به الأخبار، أو يعلم أن هناك ناراً يعاقب الله سبحانه وتعالى بها من عصاه، لكنه لا يعلم تفاصيل ما جاءت به النصوص من العذاب. فالعلم هنا علم إجمالي. النوع الثاني علم تفصيلي، وهو أن يعلم الإنسان الشيء على وجه التفصيل، كأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى له 99 اسماً، ويعرف معاني هذه الأسماء وما يلزم منها من الصفات وما يترتب عليها من الآثار، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى له أسماء غير هذه الأسماء. فهذا العلم ما نوعه؟ هذا علم تفصيلي. وكذلك من يعلم تفاصيل النعيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة، فإن علمه هذا علم تفصيلي. وكذلك من يعلم تفاصيل العذاب الذي يكون في القبر أو في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم منها، فإن علمه هذا علم تفصيلي. وأي العلمين أشرف، العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي؟ العلم التفصيلي. ولهذا يقول رحمه الله: وأهل العلم الكامل المفصل بأسماء الله وصفاته وقوة لقاء الله تضاعف أعمالهم مضاعفة كبيرة لا يحصل مثلها ولا قريب منها لمن لم يشاركوهم في هذه العقيدة. وعلى هذا فأصناف الناس ثلاثة. الصنف الأول: من لا يعلم شيئاً، فلا يعلم علماً إجمالياً ولا علماً تفصيلياً. والصنف الثاني: من يعلم علماً إجمالياً. والصنف الثالث: من يعلم علماً تفصيلياً. والذي يضاعف له الثواب أي الأصناف؟ هو الصنف الثالث كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله: قال: ولهذا كان السلف يقولون أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. هذا النص الذي ذكره رحمه الله أخذه عن ابن القيم، فإن ابن القيم رحمه الله هو الذي ذكر هذا في إعلام الموقعين، فقال: أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم، قعدت بهم أعمالهم يعني قصرت بهم أعمالهم، بأن كان عندهم إما وقوع في المعصية وإما تقصير في طاعة الله سبحانه وتعالى، فإن هذا قعود من جهة ماذا؟ قعود من جهة العمل. إن قعدت بهم أعمالهم يعني قصرت بهم أعمالهم، قامت بهم عقائدهم يعني نهضت بهم عقائدهم. ومعنى هذا أن العقيدة الصحيحة تجبر القصور الذي يحصل في العمل، فإذا كان الإنسان عنده قصور في العمل وعنده عقيدة صحيحة فإن العقيدة الصحيحة تكون سبباً في جبران القصور الذي يكون في العمل. وأما أهل البدع فهم على خلاف ذلك، والمقصود بهم أهل البدع الذين لم يخرجوا من الإسلام بل لا يزالون في دائرة الإسلام، فإنهم إن كثرت أعمالهم
يعني إن كثرت أعمالهم الصالحة بأن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وقرأوا القرآن وفعلوا غير ذلك من أجناس الطاعات، فإنهم تقعد بهم عقائدهم، فيكون فساد العقيدة من أسباب ضعف آثار الأعمال الصالحة التي قاموا بها. يقول رحمه، وتلحظون من هذا أن أهل السنة وأهل البدع لما افترقوا في العقيدة صحة وفسادا أدى ذلك إلى افتراقهم في المقام. فمقام أهل السنة وإن كان عندهم تقصير في الأعمال مقام مرتفع، وأما أهل البدع فمقامهم وإن كان عندهم كثرة أعمال إلا أنهم بسبب ما عندهم من البدع الاعتقادية تضعف منازلهم. ويقول رحمه الله: وجه الاعتبار، يعني في هذه في هذا القول الذي نقله رحمه الله، أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وبين من هو منحرف إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون ضالاً متأولاً. قوله وجه الاعتبار يعني وجه القياس هنا، لأن قوله أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدع إن كثرت أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، هذا فيه قياس، وهذا القياس هو القياس الذي يسمى عند العلماء بقياس العكس، يسمى قياس العكس، لأن القياس إما جمع بين متماثلين وهو الذي يسمى بقياس الطرد، وإما فرق بين مختلفين وهو الذي يسمى بقياس العكس. وهذا الذي ذكره، هل فيه جمع بين متماثلين أو تفريق بين مختلفين؟ فيه تفريق بين مختلفين، فيكون قياس عكس، ولهذا قال وجه الاعتبار يعني وجه القياس، لأن الاعتبار معناه القياس، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا، يعني لقيسوا، إن في ذلك لعبرة. وجه الاعتبار أن أهل السنة مهتدون وأهل البدع ضالون، فما دام أنهم كذلك فإن هذا يوجب أن يفترقوا في أي شيء؟ في الحكم. ما دام أنهم افترقوا في الوصف فهؤلاء مهتدون وهؤلاء ضالون، فإن ذلك يوجب أن يفترقوا في الحكم والمآل الذي يؤولون إليه. قال: ومعلوم الفرق بين من يمشي على الصراط المستقيم وهم أهل السنة وبين من هو منحرف إلى طرق الجحيم، وغايته أن يكون متأولا. فأهل السنة يمشون على صراط مستقيم بخلاف أهل البدع فإنهم منحرفون عن الصراط المستقيم، كما وهؤلاء لا يستوون، كما قال الله عز وجل: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. هذا استفهام بمعنى النفي، يعني أنهم لا يستوون، فمن يمشي مكبا على وجهه فإن ذلك يقتضي أنه يرى ما أمامه أو لا يراه، يقتضي أنه لا يرى ما أمامه، فإذا كان أمامه حفرة أو كان أمامه ثعبان أو حية فإنه لا يراه، فيقع في الحفرة أو يلدغه
الثعبان أو الحية، فكذلك من يمشي مكبا على وجهه، كما أنه يلزم من ممن يمشي مكبا على وجهه أنه في حال رفيع أو في حال وضيع، أنه في حال وضيع، بخلاف من يمشي سويا على صراط مستقيم، فإن كونه يمشي سويا معتدل القامة هذا يلزم منه أنه في حال عزة أو ليس في حال عزة، أنه في حال عزة لا في حال مهانة، بخلاف من يمشي مكبا على وجهه. ويقتضي أيضا أنه إذا كان أمامه سبب من أسباب الخطر كحفرة وثعبان ونحو ذلك فإنه يراه أو لا يراه، يقتضي أنه يراه، وإذا رآه فإنه يبذل الأسباب التي تنجيه من ذلك. فمن يمشي على صراط مستقيم هذه حاله، أنه يكون مبصرا على هدى، وأنه يسلم من أسباب الخطر وموجباته. ومن خلال ما تقدم مما ذكره الشيخ رحمه الله يتبين لنا فضل الاعتقاد الصحيح والاستقامة على ما جاء في الكتاب والسنة في أبواب الاعتقاد وكذلك في أبواب العمل. ولا يعني قول الشيخ رحمه الله إن أهل السنة إن قصرت بهم أعمالهم لقامت بهم عقائدهم، وانتبه لهذا، لا يعني هذا أن الإنسان يفرط في الأعمال الصالحة متكلاً على العقيدة الصحيحة، بل لابد أن يجتهد في إصلاح عقيدته وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع، وأن يجتهد أيضاً في أي شيء، أن يجتهد في الأعمال الصالحة. ولهذا الناس أربعة أصناف: الصنف الأول من يكون سليم العقيدة حسن العمل، وقولنا أن يكون حسن العمل معناه أن يكون متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم مكثرا منه، هذا الصنف الأول، وهو أفضل الأصناف الأربعة. الصنف الثاني من يكون سليم العقيدة لكنه عنده قصور في الأعمال الصالحة، أو لنقل عنده تقصير، إما في ترك الأعمال الصالحة وإما في الوقوع في معصية الله سبحانه وتعالى. القسم الثالث من يكون عنده فساد في العقيدة لكنه لا يخرجه من دائرة الإسلام وعنده أعمال صالحة أخرى. والقسم الرابع من يكون عنده فساد في العقيدة لا يخرجه من الإسلام وعنده أيضا تقصير في الأعمال الصالحة، وهذا هو شر الأصناف. فأقسام المسلمين لا تخرج عن هذه الأصناف الأربعة. فينتبه الإنسان إلى أن ما ذكره رحمه الله من أن أهل السنة وإن قصرت بهم عقائدهم قامت بهم أعمالهم ليس معنى هذا أن الإنسان يتكل على ما عنده من صحة العقيدة، بل العقيدة الصحيحة تقتضي أن يأتي الإنسان بالأعمال الصالحة، لأنه كلما قوي إيمان العبد وصح اعتقاده بعثه ذلك على أن يجتهد في الإتيان بالأعمال الصالحة. ثم ذكر السبب الثالث فقال: نعم، قال رحمه الله:
ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع وأثر وغناء ونفع كبير، وذلك كالجهاد في سبيل الله، الجهاد البدني والمالي والقولي ومجادلة المنحرفين، كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال، لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. ومن ذلك المشاريع الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها، كما ورد في الصحيح: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع من بعده أو ولد صالح يدعو له. هذا هو السبب الثالث الذي ذكره رحمه الله، وهو أن يكون العمل الصالح من الأعمال التي يعم نفعها إما للإسلام وإما للمسلمين. وهذا السبب يرجع إلى أي الأسباب الإجمالية الخمسة التي ذكرها رحمه الله؟ يرجع إلى الخامس وهو الأثر، يرجع إلى الأثر، فإن عموم النفع هذا أثر من آثار العمل الصالح. وإذا كان الإنسان إذا كان العمل أثره عظيماً فإن ثوابه يكون عظيماً، وبناء على هذا فإذا جاء الإنسان بعمل صالح وكان نفعه يتعدى إلى 3 أشخاص فإن هذا أعظم من العمل الصالح الذي لا يتعدى نفعه. فإذا جاء إنسان بعمل صالح يتعدى نفعه إلى 30 شخصاً فإن ثوابه أعظم من ثواب الذي قبله. فإذا جاء بعمل صالح يتعدى نفعه إلى 300 شخص فإن ثوابه أعظم من ثواب الذي قبله، وهكذا. فكلما كان عموم النفع أكثر كان الثواب أكثر. ولهذا العلماء ذكروا قاعدة تقدمت معنا في الدرس السابق وسيأتي ذكرها أيضا في كلام الشيخ رحمه الله، وهي أن العمل المتعدي أفضل من العمل القاصر. ومقصودهم المتعدي يعني المتعدي من جهة نفعه، وقولهم القاصر يعني القاصر من جهة نفعه، فنفعه قاصر على من جاء به. فالعمل إذا كان نفعه يتعدى فإنه يكون أفضل من العمل الذي نفعه لا يتعدى، والعمل الذي يتعدى نفعه كثيراً يكون أفضل من العمل الذي يتعدى نفعه قليلاً، والعمل الذي يتعدى نفعه أكثر يكون ثوابه أعظم من العمل الذي يتعدى نفعه كثيراً، وهكذا. والشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله لما ذكر هذا السبب ذكر له 3 أمثلة. المثال الأول الجهاد في سبيل الله، والمثال الثاني تعليم العلم، والمثال الثالث الأعمال الخيرية. وهذه الأعمال الثلاثة كلها مما يتعدى
نفعها. فأما المثال الأول وهو الجهاد في سبيل الله، فالجهاد في سبيل الله باعتبار عمومه وخصوصه ينقسم إلى قسمين: القسم الأول جهاد عام، والقسم الثاني جهاد خاص. والجهاد العام معناه الاجتهاد في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه، وهذا هو الاجتهاد، وهذا هو الجهاد العام، الاجتهاد في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى بفعل أوامره وترك نواهيه. وبناء على هذا المعنى فإن الجهاد العام يدخل فيه الإسلام كله، فشرائع الإسلام كلها داخلة في الجهاد بهذا المعنى. والجهاد بهذا المعنى له أربعة أنواع. النوع الأول العلم، النوع الأول جهاد النفس، والنوع الثاني جهاد الشيطان، والنوع الثالث جهاد المنافقين، والنوع الرابع جهاد الكافرين. فأما النوع الأول وهو جهاد النفس فيكون بأربعة أمور، يجاهد الإنسان نفسه بأربعة أمور. الأمر الأول العلم النافع، وهذا من أعظم ما تجاهد به النفس، وسيأتي ذكره في العمل الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله. الثاني مما تجاهد به النفس العمل الصالح، وهو الخالص لله المتابع للنبي صلى الله عليه وسلم. الثالث مما تجاهد به النفس الدعوة إلى الهدى، والرابع الصبر على ذلك. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمور في قوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، وهذا هو الأمر الأول، وعملوا الصالحات، وهذا هو الأمر الثاني، وتواصوا بالحق، وهذا هو الأمر الثالث، وتواصوا بالصبر، وهذا هو الأمر الرابع. يقول العلماء: ومن أتى بهذه الأمور الأربعة صار عظيما في السماء، صار عظيما عند الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الأول وهو جهاد النفس. النوع الثاني جهاد الشيطان، وذلك يكون بدفع الشبهات ودفع الشهوات الفاسدة، لأن الشيطان عدو للإنسان، يلقي عليه شبهات في ذهنه وعقله وفكره، ويلقي عليه شهوات فاسدة. وإنما قلنا فاسدة لأن الشهوات ليست كلها مما حرم الله سبحانه وتعالى، بل هناك شهوات أباحها الله عز وجل، لأن هذه الشريعة جاءت مراعية للفطرة، فأباحت للإنسان ما يتفق مع فطرته وتتحقق به مصلحته. وهذان الأمران وهما الشبهات والشهوات الفاسدة هما سبب ضلال العالم، فلا يضل إنسان إلا بسبب وقوع في شبهة، وإما بسبب وقوع في شهوة فاسدة. فمن الناس من يضل بهذا الأمر وهو الشبهة، ومنهم من يضل
الشهوة الفاسدة، ومنهم من يحصل له الأمران والعياذ بالله، فيكون عنده شبهة ويكون أيضا عنده شهوة فاسدة. وضلال إبليس كان في الأمرين، فقد كان عنده شبهة وكان عنده شهوة فاسدة. ما هي الشبهة؟ الشبهة هي أن النار خير من الطين، أن أصله خير من أصل آدم. وما هي الشهوة؟ هي الكبر، فحصل له هذان الأمران. فالناس في العالم كله من أول الخليقة إلى أن تقوم الساعة، إما أن يكون سبب الضلال هو شبهة، وإما أن يكون سبب الضلال شهوة فاسدة. النوع الثالث جهاد المنافقين، وهذا يكون باللسان والبيان. والنوع الرابع جهاد الكافرين، وهذا يكون بالسنان، بالضوابط التي شرعها الله سبحانه وتعالى وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع الأول من نوعي الجهاد وهو الجهاد العام، وعرفنا أن معناه بذل الجهد في تحقيق مرضات الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني الجهاد الخاص، وهو الذي ينصرف إليه الذهن عند الإطلاق في القرآن. إذا ورد ذكر الجهاد فالمراد به الجهاد الخاص، وهو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أكثر آيات القرآن كانت في الصلاة والجهاد، كان أكثر آيات القرآن في الصلاة والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد بنوعيه من أسباب مضاعفة الثواب، كما جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله. وهذا يدلك على علو رفعة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأنه من أسباب مضاعفة الثواب. والمقصود بالجهاد، وأرجو أن ينتبه لهذا، المقصود بالجهاد الذي يكون من أسباب مضاعفة الثواب هو الجهاد الشرعي. الجهاد الشرعي وهو الذي تتحقق فيه الشروط الواردة في الكتاب والسنة. وهذه الشروط يجمعها قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وهي قاعدة عظيمة، وهي أن السيف تابع للكتاب. يقولون السيف تابع للكتاب، ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعمل السيف إلا بدليل يدل عليه من القرآن أو من السنة. أما أهل البدع كالخوارج وغيرهم فإنهم يعكسون الأمر ويجعلون الكتاب تابعاً للسيف، فيعملون السيوف ثم يؤولون النصوص ويحرفونها حتى تتفق مع بدعهم التي ذهبوا لها. وهذه قضية مهمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن السيف لا بد أن يكون تابعاً للكتاب، والمقصود بالكتاب القرآن والسنة وما يتبعهما من الأدلة المعتبرة. هذا هو الأمر الأول. وقال فيه رحمه الله: ومن أسباب مضاعفة العمل أن يكون من الأعمال التي نفعها للإسلام والمسلمين له وقع
وأثر وغناء، غناء يعني كفاية، وهذه كلمات كلها يؤكد بعضها بعضا، ونفع كبير. ثم ذكر المثال الأول وهو الجهاد في سبيل الله، وقال وذلك كالجهاد في سبيل الله. وعرفنا أن الجهاد نوعان، جهاد عام وجهاد خاص. قال الجهاد البدني يعني الذي يكون بالبدن، والمال يعني الجهاد الذي يكون بالمال، والقول وهو الذي يكون بالقول. والله سبحانه وتعالى أخبر أن القول يحصل به الجهاد، كما في قوله سبحانه وتعالى وجاهدهم به، أي بالقرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. فيدل هذا على أن بيان معاني القرآن وشرحها للناس ودعوتهم إليها يعتبر نوعا من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأن الجهاد في سبيل الله لا يختص بالجهاد البدني والجهاد المالي، بل يكون أيضا بالجهاد القولي. والجهاد يكون بالبدن وبالمال، وأغلب آيات القرآن ورد فيها تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس، ولم يرد تقديم الجهاد بالنفس على الجهاد بالمال إلا في موضع واحد في القرآن، وهو قوله سبحانه وتعالى ها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهنا قدم ماذا؟ قدم الأنفس على الأموال. أما ما عدا ذلك من المواطن فقدم فيها المال على النفس، كما في قوله سبحانه وتعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، فقدم المال على النفس. قال والقول ومجادلة المنحرفين، فمجادلة المنحرفين يعتبر جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء أن الجدال بالحق يعتبر من الصيال عن كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيعتبرون الجدل الصحيح من باب دفع الصائل، وذلك لأن الذين يحرفون القرآن والسنة هؤلاء يصولون على الكتاب والسنة، فبيان انحراف هؤلاء يعتبر جهادا في سبيل الله سبحانه وتعالى من باب دفع الصائل. قال كما ذكر الله نفقة المجاهدين ومضاعفتها 700 ضعف. هذا هو النوع الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله. النوع الثاني مما يعم نفعه هو تعليم العلم، وهو يعتبر من أعظم أنواع الجهاد، ولهذا قال رحمه الله ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم. قوله من أعظم أنواع الجهاد، المراد بالجهاد هنا الجهاد العام أو الجهاد الخاص؟ المراد به الجهاد العام. من أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم، فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه. فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وهذا النوع فيه بيان فضل طلب العلم
وتعليمه، وأنه يعتبر نوعاً من أنواع الجهاد. وقد ورد في بيان فضله أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهل ذكر جواب هذا السؤال في الآية؟ لم يذكر جواب هذا السؤال في الآية، لأنه واضح، فإن الذين يعلمون لا يستوون مع الذين لا يعلمون، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يستوي الأعمى والبصير. ويقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الآية من أعظم الآيات التي تدل على فضل العلم من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل العلم يرفعون، وذلك في قوله يرفع. الوجه الثاني أنه أخبر أن الذي يرفعهم هو الله سبحانه وتعالى في قوله يرفع الله، فالذي يرفعهم ليس النبي صلى الله عليه وسلم على جلالته، وليس جبريل، وليس سائر الملائكة، وإنما هو الله سبحانه وتعالى، ومن رفعه الله عز وجل فإنه لا خافض له. الوجه الثاني أن أهل العلم، وأهل العلم يشمل طلاب العلم ويشمل العلماء، أن أهل العلم يرفعون رفعة عامة مع سائر المؤمنين، فيدخلون في الرفعة العامة، كما قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم. والذين آمنوا منهم يدخل فيهم أهل العلم. الوجه الرابع أن أهل العلم يرفعون رفعة خاصة تليق بهم، كما في قوله سبحانه وتعالى: والذين أوتوا العلم، فذكرهم مع أنهم يدخلون في العموم السابق، لكنه ذكرهم لأنهم يرفعون رفعة خاصة. الوجه الخامس أنه قال درجات، وجعل هذه الدرجات مطلقة ليست مقيدة بقيد، وذلك حتى ينطلق الذهن البشري في محاولة تخيل عظمة هذه الدرجات ورفعتها، فهي درجات مطلقة لا يقيدها قيد. وهذا يدلك على فضل العلم وشرف أهله، وأن من اشتغل به فهو على خير عظيم. وانظر إلى قوله في الآية: أوتوا العلم، فإنه يدل على أن العلم هبة من الله سبحانه وتعالى، وأنه يختص به من يشاء، يختص برحمته من يشاء، فيختص به التربة الطيبة التي تبذل أسباب تحصيل العلم، يختص به المكان الطيب والوعاء الصالح الذي يسعى لتحصيل العلم وبذل أسبابه، فهو مؤتى من الله سبحانه وتعالى. مهما بذل العبد أسباب تحصيل العلم فإنه لا يمكن أن يحصل العلم إلا إذا آتاه الله سبحانه وتعالى ذلك. وهذا يقتضي أن الإنسان يدعو الله عز وجل أن يؤتيه العلم، لأنه هو الذي يؤتي العلم سبحانه وتعالى، فما دام أنه يؤتي العلم فإن ذلك يقتضي أن نسأله سبحانه وتعالى أن يؤتينا العلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يسأله الزيادة من شيء إلا من العلم،
فقال عز وجل: وقل رب زدني علما. وإذا كان الله عز وجل يؤتي العلم فإنه قادر على نزع العلم، لأنه يؤتي ويمنع سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق ماذا قال؟ ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يذهب الله ما آتاه الله من العلم، فكيف بغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا يقول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. ولاحظ قوله أيضا آتيناه آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. هذا هو سبب نزع العلم. فيحذر الإنسان مهما أوتي علما، يحذر أن الله سبحانه وتعالى يسلبه ما آتاه الله من العلم، وذلك بسبب معصيته لله سبحانه وتعالى. وأيضا مما يدل على فضل العلم قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن العبد إذا أراد الله عز وجل به خيرا فإنه يوفقه للتفقه في الدين وبذل أسباب تحصيل العلم من حضور مجالس العلم وقراءة كتب العلم وبذل الأسباب التي يحصل بها العلم والخير. ومفهوم هذا الحديث أن الإنسان إذا لم يرد الله عز وجل به خيرا فإنه يصرفه عن العلم وأسباب تحصيله. يقول رحمه الله: فإن الاشتغال بذلك، يعني بالعلم، طلب العلم والتعليم، لمن صحت نيته لا يوازنه عمل من الأعمال، أي أنه أفضل الأعمال بعد الفرائض. وفي هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: أفضل الأعمال طلب العلم لمن صحت نيته. قالوا: وما صحت نيته؟ يعني ما معنى قولك صحت نيته؟ قال: ينوي يعمل به ويتواضع فيه. فينوي الإنسان بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه والعمل به ورفع الجهل عن غيره. هذه هي النية الصالحة في طلب العلم، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه والعمل به ورفع الجهل عن غيره. قال: لما فيه من إحياء العلم والدين، يعني إنما كان العلم بهذه المنزلة لأنه يترتب عليه حفظ الدين وإحياؤه، وحفظ الدين يعتبر أعظم المقاصد الضرورية في الشريعة. فإن المقاصد الضرورية هي حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال، مرتبة على هذا الترتيب. والعلم النافع يترتب عليه حفظ الدين وإحياؤه، بل يترتب عليه حفظ جميع الضروريات الخمس، بل يترتب عليه حفظ جميع شرائع الدين من الضروريات وغيرها. قال: من إحياء العلم والدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر والخير الكثير الذي لا يستغني عنه العباد. وهذا بيان لآثار العلم.
وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قصة في أحد كتبه يتبين بها أثر العلم، وأن الإنسان إذا اشتغل بالعلم وعلمه فإن أجره يتسلسل وثوابه لا ينقطع. يقول رحمه الله: حدثني أحد أصحابي أنه جاءه رجل واستفتاه في مسألة من مسائل المواريث، فأفتاه ثم نام فرأى شيخه الذي علمه المواريث وقال: لقد وصلني أجر المسألة التي أفتيت فيها. وهذا يدلك على فضل طلب العلم وتعليمه والدعوة إليه. وإذا اشتغل الإنسان بالعلم فتح الله بصيرته ووفقه للهدى والخير والحق. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قصة طريفة تبين لك فضل العلم، وهي أنه روي أن الجنود إبليس قالوا له: إنا نراك تفرح بموت العالم أكثر من موت العابد، فما سبب ذلك؟ فقال لهم: اذهبوا للعابد فلان واسألوه هل يمكن أن يجمع الله العالم في بيضة، العالم كله من السماوات والأراضين وسائر ما خلقه الله. فلما ذهبوا له وألقوا عليه هذا السؤال قال: كيف يجمع الله العالم في بيضة؟ وأنكر هذا. فرجعوا إلى أبيهم إبليس وأخبروه، فقال: أرأيتم كيف كفر في لحظة؟ ثم قال لهم: اذهبوا إلى فلان العالم واسألوه. فذهبوا له وسألوه، فقال لهم في الحال: لو شاء الله أن يجمع العالم في عينك لفعل. وهذا يدلك على بصيرة العالم. هذه القصة الله أعلم بصحتها، لكنها تدل على أن العالم يرى ما لا يرى الجاهل، وأن الجاهل ينكر ما لا ينكر ويفعل ما ينكر. ولهذا أوصي نفسي وإياكم أن يشتغل الإنسان بما يستطيع من تحصيل العلم، ولو في اليوم يحصل مسألة واحدة. إذا مر يوم ولم أستفد هدى ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري. فلو جعلت أنك في كل يوم تحصل علم مسألة واحدة، ففي السنة كم ستحصل مسألة؟ 360 مسألة، تعلم 360 مسألة، وفي 10 سنوات 3600 مسألة، وهلم جرا. قال رحمه الله: فمن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قوله من سلك يعني من سار، وهذا يشمل السلوك الحسي والسلوك المعنوي. وقوله طريقا هذا يعم كل طريق، فإذا سلك الإنسان أي طريق من الطرق التي يحصل بها العلم فإنه يتحقق له الجزاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. يلتمس فيه علما، المقصود بالعلم هنا العلم النافع، وسيأتي بيان المراد بالعلم النافع بعد قليل إن شاء الله. سهل الله له به يعني بسببه، فإن الباء هنا بمعنى السببية، كما في قوله سبحانه وتعالى: فبظلم من الذين هادوا
يعني بسبب ظلم من الذين هادوا طريقا إلى الجنة. وهذا يؤخذ منه أن من أسهل الطرق إلى الجنة سبيل العلم وطريق العلم، فإذا اشتغل الإنسان بتحصيل العلم فإن ذلك طريق يسهل له دخول الجنة. وليس معنى هذا أن العلم في نفسه سهل، لو كان العلم سهلا صار الناس كلهم علماء، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس رحمه الله وسأله عن مسألة فقال الإمام مالك: لا أدري. فقال الرجل: إنها مسألة خفيفة. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس في العلم شيء خفيف، ألم ترى أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فهو ثقيل، لكن الإنسان إذا حصله كان ذلك سبيلا سهلا إلى دخول الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لذلك. الأمر الثالث الذي ذكره الشيخ رحمه الله وسنذكره ونختم به إن شاء الله هو الأعمال الخيرية، وذلك لأن الأعمال الخيرية يتعدى نفعها. وفي هذا يقول رحمه الله: ومن ذلك، من ذلك الإشارة هنا إلى أي شيء؟ إلى الأعمال التي يعم نفعها، لأنه ذكر السبب الثالث من أسباب مضاعفة العمل وهو العمل الذي يعم نفعه. فيقول: من ذلك، وهذا هو الأمر الثالث، أي مما يعم نفعه، المشاريع الخيرية. قوله المشاريع الخيرية يعني الأعمال الخيرية. ولفظ المشاريع استعمل عند المعاصرين عند المتأخرين، ولعل له أصلا في لغة العرب، لأن شرع من معانيه بدأ، تقول شرعت في كذا يعني بدأت في كذا، فيكون المعنى المشاريع الخيرية أي الأعمال الخيرية التي يبدأ بها الإنسان ويأتي بها. وعلى كل حال فقوله المشاريع الخيرية معناه الأعمال الخيرية التي فيها إعانة للمسلمين على أمور دينهم ودنياهم، وذلك كالمساجد والمستشفيات والجسور والآبار والمدارس ونحو ذلك من الأعمال التي يعم نفعها المسلمين في دينهم ودنياهم. قال: التي يستمر نفعها ويتسلسل إحسانها. يتسلسل يعني يتتابع، كما تقدم معنا في المجلس السابق أن الأعمال الصالحة تتسلسل آثارها، لأن الله عز وجل يكتب العمل الصالح ويكتب الأثر الذي يترتب عليه، كما قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فالله عز وجل يكتب ما قدموا وهو العمل الصالح، ويكتب أيضا الآثار التي تترتب على العمل الصالح، ولو كانت هذه الآثار بعيدة فإنها كلها تكتب عند الله، لأن قوله وآثارهم لفظ عام، لأنه جمع مضاف، فيعم جميع الآثار التي تترتب على العمل من حين القيام به إلى أن تقوم الساعة. وهذا يدلك على فضل العمل الصالح الذي يتعدى نفعه لما يترتب عليه من الآثار ويتسلسل من الخير الكثير. وكذا في المقابل الأعمال الفاسدة التي يتعدى أثرها الفاسد فإنها يعظم إثمها ويتسلسل إلى أن تقوم الساعة،
لأن الله عز وجل يكتب العمل ويكتب أيضا الأثر المترتب عليه. قال رحمه الله: كما ورد في الصحيح إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له، كما في الصحيح، يعني كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عمله، لأنه لا يستطيع أن يعمل بعد الموت. ويستثنى من ذلك ثلاث صور لا ينقطع فيها العمل بل يستمر، وقد ذكرها في قوله: إلا من ثلاث، يعني فهذه الثلاث لا ينقطع فيها العمل. الصورة الأولى من هذه الصور الثلاث الصدقة الجارية، والصدقة الجارية فسرها العلماء بالوقف، قالوا المراد بالصدقة الجارية هي الوقف، كأن يقف الإنسان ماء، أن يقف بئرا، أو أن يقف مدرسة، أو أن يقف مسجدا، أو أن يقف مستشفى، أو أن يقف أرضا تكون مقبرة للمسلمين، أو تكون طريقا لهم، فإن هذا كله من الصدقة الجارية التي يستمر نفعها ويتسلسل ثوابها إلى أن تقوم الساعة، فيكون الإنسان في قبره وأجره مستمر غير منقطع كأنه حي. الصورة الثانية العلم الذي ينتفع به، فإن أجره لا ينقطع، فإذا ألف الإنسان كتاباً ينتفع به المسلمون فإن أجر مؤلفه لا ينقطع بل يستمر له وهو في قبره. وإذا علم علماً فإن أجره لا ينقطع بل يستمر حتى بعد موته، لكن هذا العلم الذي يترتب عليه استمرار العمل وعدم انقطاعه هو العلم النافع، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد في قوله: ها ينتفع به. وما المراد بالعلم النافع؟ العلم النافع هو كل علم يعرف بالله سبحانه وتعالى أو يعرف بدين الله سبحانه وتعالى أو يكون وسيلة إلى ذلك، فما تحقق فيه أحد هذه الأوصاف الثلاثة فهو علم نافع، أن يعرف بالله عز وجل، فيدخل في هذا علم العقيدة وعلم التفسير وعلم الحديث، أو يعرف بدين الله فيدخل في هذا علم الفقه وهو علم الحلال والحرام، وكذلك علم التفسير وعلم الحديث لأن فيهما تعريفا بدين الله سبحانه وتعالى، أو يكون وسيلة إلى ذلك، يعني يكون وسيلة إلى التعريف بالله أو التعريف بدين الله، ويدخل في هذا علوم الآلة كعلم النحو وعلم مصطلح الحديث وعلم علوم القرآن وعلم أصول الفقه وعلم البلاغة ونحو ذلك من العلوم التي يتوسل بها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة دينه سبحانه وتعالى. وكذلك من العلوم النافعة العلوم الدنيوية التي تحتاجها الأمة كعلم الطب مثلا، فإنه علم نافع تحتاجه الأمة، وعلم الهندسة وعلم الحاسب ونحو ذلك من العلوم النافعة، فإذا علمها الإنسان فإن أجره يستمر ولا ينقطع بعد موته. الصورة الثالثة أن يكون الإنسان له ولد صالح يدعو له فإن عمله لا ينقطع، وذلك لأن دعاء ولده له بمنزلة عمله، لأن الولد من كسب أبيه
لكن هذا إنما يكون إذا كان الولد صالحا. والمراد بالصالح هو العامل بطاعة الله، ولهذا العلماء يقولون الصالح هو الذي يعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الولد الذي ليس بصالح فهذا ربما يكون من أسباب خسران أبيه لا من أسباب استمرار عمله، وهذا فيه دعوة إلى أن يجتهد الإنسان في إصلاح ولده وبذل الأسباب التي يتحقق بها صلاحه، لأنه إذا صلح ولده كان ذلك من أسباب استمرار عمله بعد موته. وهذا الحديث، وانتبه لهذا، هذا الحديث ذكر ابن جماعة رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم أنه يدل على فضل العلم، لأن هذه الأمور الثلاثة موجودة في معلم الناس الخير، في المعلم الذي يعلم الناس الخير، فإن تعليمه صدقة جارية، وكذلك تأليفه، المؤلفات التي يؤلفها صدقة جارية، وكذلك العلم الذي ينتفع به فإن هذا أمر ظاهر، وكذلك الولد الصالح الذي يدعو له، فإن التلاميذ الذين يعلمهم يعتبرون أولاداً صالحين له. فهذه الثلاثة تجتمع في معلم العلم، ولأجل الأمر الثالث كان التلاميذ يدعون لمشايخهم دعاءً كثيراً، حتى إن بعضهم كما يقول ابن جماعة إذا مر بالسند يدعو لكل واحد من رجال السند، وبعض أهل العلم قبل أن ينام يستعرض أسماء مشايخه ويدعو لهم واحدا واحدا، وهذا يدلك على فضيلة العلم. الأمر الرابع من أسباب، أو السبب الرابع من أسباب مضاعفة الثواب، قوله ومن الأعمال المضاعفة العمل، ومن الأعمال المضاعفة يعني للعمل أو للثواب العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، هذا السبب الرابع سنتكلم عليه إن شاء الله في المجلس القادم بعون الله وتوفيقه، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.